قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي إن بلادها تعتبر عملية طوفان الأقصى هجمات بربرية وشنيعة. وأضافت الهاشمي خلال كلمتها في مجلس الأمن أن جرائم حماس بحق المدنيين لا يمكن أن تبرر سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع. وبينما نكرر أن الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة ونطالبها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن لحقن الدماء وتجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات، إلا أننا نؤكد في الوقت ذاته بأن جرائم حماس بحق المدنيين لا يمكن أن تبرر إطلاقاً سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة الدبلوماسية وكذلك في هذه الحرب السياسية. ماذا يدعو أو إلى ماذا تدعو بقيادة دابا حاليا السعودية؟ نعتبر دابا حاليا بشكل حقيقي أو وجهة النظر ديالي بأن السعودية هي مطبعة، لأن السعودية تقود معركة دبلوماسية وسياسية لصالح إسرائيل وصالح أمريكا، تحاول ما أمكن إدانة أو أنها قد اتهمت وأدانت حركة حماس واعتبرتها بأن ما قامت به بأنه إرهاب بهذا الشكل أو بشكل آخر بهذا الإطار الوصف، وبالتالي هي تقوم بالترويج وكذلك دعم يعني التصور الأمريكي وكذلك التصور الغربي بالإضافة كذلك إلى التصور الإسرائيلي في محاولة إلى إباحة الدم ديال الفلسطيني. رغم من أن المواقف تتكون بعض في تتخذ شكل هو إنساني أي ما يرتبط يعني بالتأكيد على الجانب الإنساني، ولكن على المستوى الرسمي وفي مسألة الإدانة لا تقوم لا السعودية لا مصر المغرب الإمارات البحرين الأردن في مناسبات اللي هي متعددة لم تقم يعني بإدانة إسرائيل علاقة بهذا الأمر أو كذا داخل موقع التواصل الاجتماعي بأنه يقوم بدعم عمليات الخاصة أو العمليات التي تقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين بقطاع غزة بواحد الشكل هو ممنهج. عموما هذا كذلك رسالة نضيفها لمجموعة من الرسائل: أحمد الشرعي، كلنا إسرائيليون، السيوف الحديدية، فار ماروك، بالإضافة كذلك إلى البلاغ اللي غادي نركز عليه بشكل هو أكبر، بلاغ صادر البلاغ الصحفي وكذلك التصريح الذي قام به السفير ديفيد بوفرين. فيه جزئين هما مهمين بالنسبة لنا إخوة الأخوات. الجزء الأول يرتبط أو يدين أو يقوم بوصف حركة حماس بأنها جماعة إرهابية ويستنكر ما وقع وغيرها من الأمور، وكذلك يقوم بالدفاع على ما يرتبط كذلك بالمدنيين الإسرائيليين وغيرها من الأمور، بالإضافة كذلك إلى أنه يؤكد بأن إسرائيل سوف تقوم بقتل المدنيين وسوف تقوم بالقضاء على حماس بقطاع غزة. ولكن في الفقرة اللي هي مهمة جدا بالنسبة لنا من هذا البلاغ وكذلك يعني من هذا البلاغ الصحفي، هو أنه يؤكد بأن المنظمات الإرهابية تحتمي عمدا داخل التجمعات السكنية المدنية وتستعملهم كدروع بشرية مع كامل إسف، وبأنها سوف تقوم ب يعني بالرد على حماس على الرغم من علمها أو أنها يعني تدرك جيدا بأنها تستهدف المدنيين وتحاول ما أمكن يعني تبرير هذا القتل ديال المدنيين بأنهم فقط دروع بشرية. الصفة الأولى هي الإرهاب، المسألة الثانية هي تبرير قتل المدنيين، هادشي بالرباط في قلب الرباط داخل المغرب. شنو هو الأخطر يعني الخطاب ديالو، شنو الخطورة فين هو المكمن ديال الخطر ديالو؟ في الفقرة الأخيرة يجب على المجتمع الدولي وحسب كذلك القول ديال ديفيد كوفري الأخوات أن يتدخل من أجل منع فتح جبهة أخرى ضد إسرائيل من قبل دول المحور إيران لبنان وسوريا.